إلى ما كان في قديم الزمان وسيري في العصر والأوان. كان في غابة بعيدة يعيش ثعلب مكار يظلم الحيوانات الصغيرة البريئة ويأكل الضعفاء منه كلما سنحت له الفرصة. كان يأكل الدجاج والأرانب وكل حيوان ضعيف لا يقوى على مقاومته. وكان لهذا الثعلب قصة حصلت له مع أرنب صغير، عرفت هذه القصة باسم قصة الثعلب والأرنب، وتناقلتها الأجيال لتأخذ العبرة منها وتتعلم كيف تتصرف في مثل هذه المواقف. وهذه قصة الثعلب والأرنب ليأخذ العبرة منها من يريد. في يوم من الأيام وفي تلك الغابة البعيدة، قرر أرنب صغير أن يخرج من البيت ليلعب في الغابة، ولكن أمه حذرته من الثعلب الغدار ومنعته من اللعب لأنها تحبه وتخشى عليه الثعلب الذي سيؤذيه إن أمسكه. ولكن الأرنب لم يسمع كلام والدته وعصى أمرها وخرج يلعب ويلهو في الغابة ويقول في نفسه: أمي تخشى علي بلا سبب، الآن أنا ألعب ولم يظهر الثعلب، لابد أنه ليس هناك ثعلب أصلا، وأمي قد بالغت لأنها لا تريدني أن ألعب في الغابة. وصارت الأمور على طبيعتها، وظن الأرنب أنه بعيد عن الثعلب وتأخر في اللعب ولم يعد إلى البيت. وفجأة لمعت عينان من بعيد، إنهما عينا الثعلب الغدار. لقد شاهد الأرنب الصغير وقرر أن يأكله، وتحرك الثعلب على عجل فسمع صوت حركته الأرنب، وحين شاهده فزع وخاف وهرب يعد ويعد إلى بيته، والثعلب خلفه يطارده. وصار الثعلب قريبا من الأرنب وأوشك أن يمسك به، ولكن الله سبحانه لم يشأ أن يمسكه الثعلب، فتعثر الثعلب بغصن شجرة ووقع على الأرض طف. بينما لاذ الأرنب الصغير بالفرار وواصل بيته أخيرا، وهو يبكي وعانق أمه وهو يقول لها: سامحيني يا أمي، لقد عصيت أمرك ولم أسمع الكلام، ولولا أن تداركني الله سبحانه بلطفي لأكلني ذلك الثعلب الغدار. قالت له أمه: هذا لتسمع كلامي ولا تعود لمثل هذه التصرفات مرة أخرى، لقد خفت عليك كثيرا ودعوت الله تعالى بك أن تعود سالما ولا يصل إليك ذلك الغدار.